بيعني انه الاخاء الاهلي علي عم يرفع رصيده ل 14 نقطه، وهو نفس الرصيد يلي عنده يا السلام صغرتا يلي كان بالمركز الثالث قبل المباراه. النجمي في حال حافظ على تقدمه راح يكون موجود بهالمركز الثالث خلف العهد والصفا على التوالي ب 16 نقطه، بينما السلام رح يتراجع للمركز الخامس لانه رح يكون موجود الاخاء الاهلي علي امامه بحكم المواجهه المباشره بيناتهم حاليا. الشباب العربي بالهجوم، طبعا رح يبحث الشباب العربي عن هدف التعادل. سريعا خلينا نمر على تشكيله الفريقين وتذكير فيها، ولا اي تبديل اجري ارمين سلميان او ليبربالا. من ناحيه النجمه علي السبع ماهر صبره قاسم الزين محمود فتح الله علي بزي، امامهم احمد جلول نادر مطر وعبد الرزاق الحسين، والثلاثي الهجومي حسن معتوق كبير وموسى وحسن محمد. من ناحيه الشباب العربي حسن الحسين، الربيع الدفاع قاسم مناع احمد الخطيب ممدوح سيلا ومحمد وهبي، امامهم الثنائي محمد شمس وعباس عطويك كوفي بواكيه وحاتم عيد بمواكبة حسن مهنا وعلاء مزهر المهاجمين الموجودين بخط المقدمة عند الفريق الأخضر يلي حاليا هو مهاجم مع علاء مزهر. الرقم 9 عم ينطلق، علاء مزهر عم يروح كوفي بوكي عم يطلبها رائعة جدا من كوفي بوكي. ما معقول ما اللي إنجاز عمله علي السبع على هالكرة، إنجاز فعلا يحسب لعلي السبع على هالكرة بعد التمريرة الأمامية البينية الجميلة من علاء مزهر لكوفي بوكيه غير الموفق. كوفي بوكيه ما قدر يلعب الكرة ويحولها إلى مرمى علي السبع رغم أنه كان بموقف مناسب، انسل خلف دفاع النجمي لكن ما قدر يستفيد من التمريرة. فرصة ذهبية كانت للمهاجم الغاني لتسجيل هدف التعادل. النتيجة بتبقى على حالة، إذن تقدم النجمي بهدفه لمحمود فتح الله. النجمي حالياً هو يلي عم يستحوذ الكرة الأمامية بتجو لكبيرو موسى، كبيرو بمر عن أحمد الخطيب، كبيرو بروح المجنزرة البشرية النيجيرية. الكرة العرضية، الكرة العرضية باتجاه عبد الرزاق الحسين عم تمر تبقى داخل أرض الملعب مع عاصم مناع. سريعا الكرة للأمام لعبد الحسن مهنا، محمود فتح الله عم يقدم مباراة عالية المستوى اليوم. قطع الكرة إلى رمي التماس. كوفي بواكيه لو سجل كانت الامور رح تكون مغايره تماما بالنسبه للشباب العربي، عنده هدف واحد فقط المهاجم الغاني يلي سجل 11 هدف بالموسم الماضي لمصلحه الاجتماعي طرابلس. كره مقطوعه من علي بزي، علي ما بينجح انه يخليها داخل ارض الملعب، وكره عم تكون رمي التماس للشباب العربي. كبيرو موسى، كبيرو ايضا الكره بالوسط، كوفي بواكيه، محمد شمس، الشمس وخطا لمصلحه محمد شمس. اخر مباراه لمحمد شمس مع النجم كانت بمواجهه التضامسور بالاسبوع الخامس من الموسم الماضي، وهيدي ثالث مباراه لإله كاساسي مع الشباب العربي. هيدا هو محمد شمس امامنا على الشاشه. كره لعند علاء مزهر، منه لعند كوفي، ايضا عم يسقط كوفي. نادر مطر بوسط الملعب، النجم بالبحث عن هدف الضماني، عن هدف تعزيز النتيجه، عن الهدف يلي ممكن يخليه بموقف مريح لانهاء الدقائق التسعين ويحمل معه ثلاث نقاط ويعود الى بيروت ويبقى على مسافة النقطة من الصفا والعهد. عبد الرزاق الحسين، كرة لعند قاسم الزين، علي السبع صاحب الإنجاز الأخير على كرة لكوفي بواكيه. محمود فتح الله، عبد الرزاق الحسين بيعتمد هالمرة على الكرة الطويلة، ممتاز جدا على المسطرة لعلي بزي بالرأس. علي بزي أيضا لكبيرو، يا كبيرو يا كبيرو، أيضا مش كنترول يا كبيرو، وهيدا مش أنت يا كبيرو يلي بيخسر هيك نوع من الكرات. علي بزي الانطلاق على الجهة اليمنى والكرة إلى خارج أرض الملعب مرة جديدة لمصلحة الشباب العربي. خمس دقائق على بداية الشوط الثاني والنتيجة ما زالت التعادل السلبي بالشوط الثاني، بينما النجمي يعني مع هدف كان مشكوك فينا نقول بأمره
من ركلة حرة مع نهاية الشوط الأول، كان عم بيسجل الهدف الوحيد بالمباراة، هدف أثار تساؤلات كثيرة ما بين الشوطين، هل الركلة صحيحة أو لا؟ بالنهاية في قرار حكم، وبالنهاية في هدف تسجل صحيح أثناء التنفيذ عم بحكي، مش أثناء الاحتساب، ما بعرف شو كان رأي الحكم، بس بالنهاية في هدف والنجم عم يتقدم 1-0. هيدي النتيجة يلي بادي قدامنا على الشاشة، النجمة 1 الشباب العربي 0. فوز الإخاء على السلام خلى الإخاء كمان يفوت ضمن الفرق المنافسة، 14 نقطة فريق الإخاء. فريق السلام تجمد رصيده أيضا عند 14. الراسينج بكرة عنده مباراة مهمة كمان، الراسينج رصيده 12 نقطة، يعني الدوري حامي، الدوري مشتعل ملتهب إذا بتكون. وفرصة لفريق النجمة، يمكن شوف الهدف الثاني لفريق النجمة شو راح يعمل. حسن معتوق، حسن معتوق على مشارف حدود منطقة الجزاء، الكرة عم تنقطع من حسن معتوق وبتروح لا زميله بالفريق علي بزي، علي بزي يلي عم يجرب يمرر داخل منطقة الجزاء، مامادو بيبعد الكرة لا ركلة ركنية، ضغط النجماوي عم بيزيد وفرصة لفريق النجمة لتسجيل هدف ثاني. جمهور النجمة عم بحمس، عم بيشجع، بده بعد جول، بده بعد هدف. هون مامادو والتدخل، شوفوا لو مامادو كان فيه لعبين من فريق النجمة وصل الكرة لعندهم، وهدف جول سريع، جول. وينك يا عبد الرزاق؟ عبد الرزاق عم بيسجل هدف الثاني لفريق النجمة، والنجمة عم تولع بالمدرجات وعم يهدي الهدف اكيد لرئيس النادي ولجمال الحاج، لانه جمال الحاج اليوم موجود بالمنصة الرئيسية. النجمة عم بيسجلوا هدف ثاني، وجمال الحاج مبسوط وكأنه هو يلي موجود بأرض الملعب. النتيجة عم ترتفع ل 2-0، النجمة 2 الشباب العربي 0، والنجمة عم ببلش يفكر بثلاث نقاط بعد بكير صحيح، بس كمان فارق الأهداف مهم، يعني لازم فريق النجمة يسجل إذا قدر المزيد من الأهداف. كل ما بيقدر يربح من المباراة بنتيجة أكبر كل ما هالشيء بيكون أفضل له. بالإعادة بنرجع بنشوف الركلة الركنية، وما في أي لاعب موجود على خط المرمى أثناء تنفيذ الركلة الركنية، ما في إلا حارس المرمى شو بده يعمل له. وفريق النجمة أخذ بوش كثير قوي، دفعة معنوية كثير قوية مع حسن محمد داخل منطقة الجزاء، بيتقدم بيرفع الكرة، ومامادو اللي عم بيتحمل عبء الهجمات النجموية بهالمباراة، مامادو عم يبعد الكرات وقت لازم، وعم بخلص مرميه من اكثر من هدف. التقدم واضح لفريق النجمه، هدف بالشوط الاول، هدف بالشوط الثاني، والنجمه رصيده لا هلا اذا بقيت النتيجه على حالها 16 نقطه. الدوري يلي رح يشتعل على الاخر بين 4-5-6 فرق، ما حدا بيعرف مين رح يكون بطل الدوري اللبناني. يعني طبعا الهدف الثاني رح يريح كثير النجمويين فارس، وخصوصا رح يريح النجم من ناحيه تعامله مع المباراه من دون ما يقدم مجهود مضاعف لضمان النتيجه بعد ما كان تقدم بهدف محمود فتح الله. بطبيعه الحال محمود فتح الله عبد الرزاق الحسين ببدايه اللقاء كنا عم نحكي انه علامه استفهام حول مستواهم كلاعبين اجنبيين بصفوف النجمه، اثنيناتهم اليوم عم يحطوا اسمهم كمسجلي الاهداف بهاللقاء بالوقت يلي كبير، وموسى عم يتعرض لخطا قاسي جدا من مامادو سيلا وعم يتلقى الانذار. عبد الرزاق الحسين اذا كان عم يضيف الهدف الثاني والاجنبي الثالث من الفريق اللي هو كبير موسى على ارض الملعب مصاب بعد التدخل من مامادو سيلا. ركلة حرة رح تكون للنجمة بالوقت يلي ليبور بالا عم يحضر تبديلين، محمد سلمان وزاهر حسن هن موجودين على خط الملعب. ركلة حرة اذا للنجمة مع المعتوق ونادر مطر، حسن معتوق بيلعب الكرة عالية جدا، الرأس موجود وأيضا فوق المرمى، فرصة نجموية جديدة عبر عبد الرزاق الحسين.
التبديل راح يحصل. ليبر بالا بقرر يسحب كوفي بواكيه على ما يبدو. فعلا كوفي بواكيه عم يخرج، لاعب يلي مثل ما ذكرت لعب 20 مباراة بدوري الفا الموسم الماضي بمجموع 1668 دقيقة، سجل 11 هدف، 3 بشباك الصفا، 2 بمرمى الانصار، 2 بمرمى السلام، وسجل ايضا بمرمى شباب الساحل والاخاء الاهلي عليه والرسق والتضامن صور. عم يخرج مباراة مخيبة أخرى لكوفي بواكيه اللي عنده هدف واحد. أيضا حاتم عيد عم يخرج وعم يترك مكانه لزاهر حسن، تبديلين دفعة واحدة بالنسبة للمدرب ليبور بالا، بالوقت يلي أرمين سلاميان عم يحضر حسن العنين ليدخل إلى أرض الملعب من ناحية النجم يلي حاليا هو مهاجم كبير وموسى ما بيقدر يحصل على الكرة، بتروح بوسط الملعب مع أول كرة بيلمسها زاهر حسن، مقطوعة عبد الرزاق الحسين منه لعد ماهر صبرا، يسأل دفاع الشباب العربي بالتأكيد عن الهدف الثاني اللي سجله النجمة عبر عبد الرزاق الحسين. حسن معطوء حاليا المعطوء، كرة رائعة جدا لعد نادر مطر، نادر شوفوا علي بزع عم ينطلق بأقصى سرعة على الجهة اليمنى، لكن نادر بتسدد التسديدة من نادر مطر، والتصدي الأحلى والأروع من حسن حسين، رائعة جدا كانت كرته لنادر مطر، لكن أروع كان حسن الحسين بهالصد الرائع والكرة اللي حولها إلى ركلة ركنية. التبديل رح يجرى، حسن العنان إذا رح يدخل إلى أرض الملعب مكانه لأحمد جلول. أحمد جلول رح يخرج من أرض الملعب وحسن عنان رح يدخل بالوقت يلي فيه ركلة ركنية للنجمة يلي عم يضاعف ضغطه وعم يبحث عن انتصار كبير بمباراة اليوم. بالإعادة مرة جديدة شوفوا راح علي مزل ليأخذ مطرح، لكن نادر اختار التسديد وحسن الحسين اتصدى للكرة، ركلة ركنية نجموية على الكرة اللي داخل المنطقة الرأسية موجودة، لكن سهلة هالمرة، سهلة هالمرة بين يدي حسن الحسين. مامادو سيلا عم يسقط تحت ضغط ماهر صبرا وعم يحصل على الخطأ مامادو سيلا. طار هنا الصعوبات يلي واجههم مامادو سيلا. هون بالإعادة تدخله كان على كبير وموسى وتلقيه الإنذار. أعلن تدخل قاسي جدا كان من المدافع السنغالي يلي عم يخوض موسمه الأول بدوري ألفا بالوقت يلي في تمرير أمامية صعبة جدا كانت من قاسم الزين كانت باتجاهه لحسن المحمد. رمي التماس للشباب العربي مع عباس عطوي. الرقم 10 بيلعبها لعند حسن مهنا، بتروح لعند محمد شمص. ايضا كره لعند زاهر حسن. عباس عطوي من جديد باتجاهه للشمص، الشمص بحاول يخلي الكره داخل ارض الملعب لكن الكره خرجت. رمي التماس للنجمه والانطلاق من جديد مع نادر مطر. حسن العنان باول كره بيستلمها بوسط الملعب، العنان بينقلها لعد محمود فتح الله من لمسه وحده، اللاعب المصري لعد ماهر صبرا النجمي وعمليه بناء الهجمه من الخلف مع ماهر صبرا. ماهر عم يتقدم، ماهر بمهارته، ماهر بحاول يلعبها لعند حسن محمد من جديد. التواصل مقطوع بين حسن محمد وماهر صبرا، وكان في تسلل واضح على حسن المهنا. يمكن الحكم كان ناطر لنشوف هلا على رايته هون وقت المهنا استلم الكره، تاخر كثير يمكن الحكم المساعد الاول محمد رميل، وحاله التسلل عم بتكون على فريق الشباب العربي بتنتقل لصالح فريق النجمه مع علي بزي. علي بزي يلي بيلعب الكرة أمامية كمان تمريرات عم بتكون مقطوعة، يعني الهدفين معنويا لازم يعطوا دفعة كتير قوية لفريق النجمة ليهاجم أكتر وأكتر، وهيدا الشيء يلي عم بصير. كبير وموسى على الجهة اليمنى بيتقدم بيرفع داخل منطقة جزاء، قاسم مناع بيبعدها، الضغط عم بيكون كبير على دفاع فريق الشباب العربي يلي ما عم بيقدروا يخلقوا الفرص الحقيقيه على مرمى فريق النجمه. العنين بمرر لصاحب الهدف الثاني بهالمباراه عبد الرزاق حسين، لصاحب الهدف الاول محمود فتح الله، بترجع لعند ماهر صبرا. ماهر صبرا بدوره لحسن العنين،
حسن العنين لماهر، ماهر بيطلع لمين؟ لكبيرو، بس بعيدة كتير هالكرة عن كبيرو، بيلحقها بس بعيدة بالنهاية، بيدخل منطقة جزاء، ما بيقدر يحافظ على الكرة لوقت كتير، وفي خطأ، خطأ للصالح محمد شمص. هون أرمان سلميان، أرمان يلي هو حاليا مدير فني لفريق النجمة بلال فريف، يلي عم بيساعده أكيد وعم بيعطيه رأيه بعدة كرات وبعدة تبديلات لازم تصير، يعني هو بحاجة لجهاز الفني معه ليساعده، يلي هو عايش أكثر مع الفريق هالموسم وعارف خبايا الدوري اللبناني وعارف خبايا الفرق كلها. محمود فتح الله لماهر صبرا، ماهر صبرا بيرجع لعند عبد الرزاق حسين، منه لحسن العنين بمنتصف الملعب. فريق الشباب العربي عم يرتد للدفاع، والنجمه يلي عم بجرب يسحب اللاعبين لعنده مع عبد الرزاق حسين يلي رح يلعب الكره اكيد على الجهه اليمنى لعند قاسم الزين، منه لنادر مطر، نادر دينامو اذا بدكم، مطر محرك فريق النجمه، منه لماهر صبرا، ماهر لعلي بزي، ولهالمره لحسن معتوق، معتوق شو عم بيعمل؟ شو عم بيعمل معتوق؟ شو عم بيعمل؟ عم بيلعب وان تو، عم بيدخل معتوق، عم بيدخل معتوق، بيرجع الكره ونادر مطر هالمره ما صاب المرمى. يعني ارمان هون عم بيتحسر، بس حلوه يعني اللعبه حلوه، الكره كانت تمريرات رائعه جدا، وبالنهايه ما صابت المرمى التسديده، بس المهم في تبادل كرات، مهم فريق النجمه عم بيتحسن أدائه أكثر بكثير عن الشوط الأول. يعني طبعا فارق كبير بين الشوط الأول والشوط الثاني للنجمة، لكن أيضا بدنا نقول إنه مستوى الشباب العربي هبط بشكل كثير كبير، تأثر من دون شك معنويا وانهز كثير الشباب العربي بعد تسجيل عبد الرزاق الحسين للهدف الثاني، لكن النجمة أفضل. هذا الأمر يلي عم نقوله من بداية اللقاء، عندما النجمة هدد مرمى الشباب العربي بالكرة الرأسية للعبها محمود فتح الله على القائم، أيضا حسن معتوق اهدر ركله جزاء قبل ما يفتتح محمود فتح الله التسجيل. علي بزي حاليا معه الكره، بيلعبها للخلف لعند قاسم الزين تحت الضغط بعيدا لعند علي السبع، محمود فتح الله عم يستلم حاليا، حسن العنين ايضا تمريرته خاطئه لحسن العنين، لحسن حظه محمد سلمان ما بيقدر يسيطر عليها، العنين عم ينطلق بيسلم المعتوق بتروح من جديد لعند الشباب العربي مع قاسم مناع، المعتوق عم يقاتل على الكره، حسن العنين ايضا قاسم مناع لكن عم ينجح يكسب المواجهه، الكره لعند زاهر حسن، زاهر عم يتقدم كرته باتجاه علاء مزهر، وفي خطا عم بيقول الحكم علي سلوم وعم يعطي الانذار ايضا، الانذار ايضا عم يرفعه رح نشوفها طبعا بالاعاده الحاليه، هيدي كرته لزاهر حسن باتجاه علاء مزهر، وهون الحكم احتسب خطا، اعتبر انه علي بزي كمل على علاء مزهر، قطع الكره بمرحله اولى وكمل على علاء مزهر، هيك قرار الحكم عم بيكون، شفنا عم ياشر له لحسن معتوق او لعلي بزي بايده انه الثانيه هي الخطا، على كل حال الثالثه هي يمكن الثالثه هون بالاعاده، على كل حال بيبقى قرار الحكم واجتهاده وتفسيره للحاله عنده، الانذار على علي بزي، اعتبر انه علي بزي عرقل علاء مزهر بقدمه اليسرى، عباس عطوي على التنفيذ، اللاعب يلي صام عن التسجيل ب 21 مباراه متتاليه، هدفه الاخير كان هدف الفوز للنجمه بمرمى شباب الساحل بالاسبوع 18 من موسم 2015-2016 من وقت عباس عطوي، بسجل عباس عطوي عم يتقدم، عباس عطوي عم يلعب الكره بين يدي علي السبع، بين يدي علي السبع كرته لعباس عطوي صاحب ال 20 رقم، ابن 38 سنه كان عم يجرب حظه من هالكره الثابته لكنه ما عم ينجح بالتسجيل بمرمى فريقه السابق، كرة لعند فتح الله دقيقة 65 وتبقي 25 دقيقة تماما على نهاية اللقاء، مباراة جميلة بالشوط الثاني تحديدا النجمة خليها تكون حلوة عبر اللعب المفتوح عبر المبادرات الهجومية الكتير يلي عم بيكون عنده اياها بالوقت، يلي نادر مطر عم يتعرض لخطأ
قاسم الحسن المهنا. حسن مهنا عم يتلقى الانذار، لاعب يلي خاض 5 مباريات مع النجمه بدوري الفا الموسم الماضي، 160 دقيقه تحديدا لعبهم، صنع خلالهم هدف سجله عباس عطوي بمرمى شباب الساحل. ايضا كان سجل حسن المهنا بكاس النخبه. للنجمه بالموسم الماضي عم شوف بالاعاده. بالاعاده الخطا يلي ارتكبه على نادر مطر. انذار جديد بالمباراه اذا هالمره عم يكون من نصيب حسن مهنا. كرة طويلة محمود فتح الله. مبادو سيلا الاجنبي الوحيد حاليا بصفوف الشباب العربي. كوفي بوكيه اصبح على مقاعد بدلاء جوناثان بيريرا. الاصابة دفعت الشباب العربي لوضعه خارج الحسابات. بالوقت يلي علي بزي حاليا بحاول ينقل الكرة لعند نادر مطر لكن بعيد. محمد سلمان هو يلي عم يلمها. محمد سلمان عم يحاول ينطلق الكرة الطويلة دائما البحث عن سرعة علاء مزهر. مقطوعة بتروح لعند زهر حسن الرقم 8، واحد من اللاعبين القليل يلي بقيوا بصفوف الشباب العربي من الموسم الماضي. علاء مزهر عم يتقدم بحاول يمر الكرة مقطوعة إلى خارج أرض الملعب. حكم عم بيقول رمي التماس لمصلحة الشباب العربي بالوقت يلي حسن العنين كان عم بيطالب بالكرة لمصلحة النجمة. شمس كرة لعند علاء، منه لعند محمد سلمان، من جديد لعند علاء مزهر. علاء بينقلها جميلة جدا الكرة الأمامية لكن صعبة كانت توصل لحسن مهنا. قلت بالشوط الأول إنه الحلول من خط 18 وبالرايح بالنسبة للشباب العربي محدودة جدا، ما عم يقدر يلاقي حاله الشباب العربي. بالثلث الأخير من الملعب لعادة مرة جديدة خطأ لحسن مهنا على ماهر صبرا. التبديل حسن القاضي رح يدخل إلى أرض الملعب. حسن القاضي رح يسجل مشاركته الرقم 40 بدوري ألفا وال 19 بقميص النجمة. لعب 21 مباراة مع السلام صغرتا بدوري ألفا بالموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 أهداف. حسن القاضي ومن دون شك دخوله ايضا رح يحرك النجمه اكثر واكثر على الصعيد الهجومي. لاعب مرتاح عم ينزل بهالوقت اكيد رح يكون له دفعه معنويه ويساعد فريقه اكثر. لشو هالكرات يا حسن العنين، المراوغه ابدا ما بتنفع وقت بتكون بالدفاع اخر مدافع. بعدها مع نادر مطر، نادر يلي بيرجع الكرة لعند قاسم الزين، قاسم الزين منه لمحمود فتح الله فريق النجمة يلي عم بجرب يقطع الوقت ما يدخل مرمي أي هدف يسجل، إذا ما سجل بس ما يتلقى مرمي. بينما فريق الشباب العربي كل ما عم بيتأخر كل ما المباراة عم بتروح من إيده باعتبار الفريق هدفين. إذا فريق الشباب العربي بده يفكر بالتعادل لازم الهدف تقليص الفريق يجي بهالوقت، يعني باسرع وقت ممكن. كرة بمنتصف ملعب مع محمد سلمان، محمد سلمان بمررها على الجهه اليمنى لعند قاسم منيع، بيرجع لعند محمد سلمان. تمريرات حلوه بس بالنهايه الفينش منه موجود عند فريق الشباب العربي. في لاعبين، في شباب عم بيركضوا بمنتصف الملعب، بس يمكن التغييرات يلي صارت الفنيه بين جلال رضوان وبين بالا ما بعرف قديش رح تعطي نتيجتها وقد ايه بده وقت المدرب التشيكي ليتاقلم اكثر الفريق معه وعلى خططه. حاليا على الجهه اليسرى مع ماهر صبرا، ماهر بمرر لحسن محمد، ترجع لماهر، ماهر بيتقدم بيتقدم بحافظ على الكره، بيتخطى الاول الثاني بمرر داخل منطقه الجزاء بس ما في حدا من لاعبي فريق النجمه كان على هالتمريره. ترجع بتنتقل سريعه لعلاء مزهر، علاء اماميه للمهنا، مهنا بده مسانده وهذا الشيء اللي بصير بس مع مين؟ مع مامادو، مامادو المدافع. شوفوا وين صار مامادو، بسدد كره بعيده عاليه عن مرمى فريق النجمه والنتيجه ما رح تتغير ابدا، ما زالت على حالها 2-0 بعد مرور 70 دقيقه على بداية المباراة. 70 دقيقة يعني بعد اللي باقي هو 20 دقيقة من الوقت الأصلي لزمن هاللقاء.
هدف ثالث بيقتل المباراة على الأخير بالإعادة. مامادو يلي كان عم بيسدد الكرة كان عم بيجرب بس الكرة بعيدة كانت عالية كتير. القاضي بيرجع منه لقاسم الزين بزي بزي كبيرو موسى. كبيرو موسى شو بده يعمل؟ مراقب علي لعبين بيتخطى الأول مع دعم جماهيري بيندفع أكثر عن اللزوم وبيخسر الكرة بتروح رامي التميس لفريق الشباب العربي. الشباب العربي اللي عم بيتحرك بس ما عم بيشكل خطورة على مرمى فريق النجمة. مرتاح كتير دفاع فريق النجمة. محمود فتح الله يلي برجع الكرة لعلي السبع. علي السبع حارس مرمى فريق النجمة. نادر مطر مباراة يلي عم تتابع تحت الأضواء الكشفة نسبيا نسبيا أضواء كاشفة، لأن في محلات الأضواء مش كاشفة أبدا بالملعب فارس بصراحة. يعني أكيد يمكن المشاهدين عم يستغربوا هالأمر، أمر ما تعودنا عليه تحديدا بملعب صيدا البلدي. ببعض المحلات الإضاءة منا كافية أبدا، كرمال هيك يمكن الإصرار عم يكون كبير على إقامة المباريات بوقت مبكر بعد ما يكون النقل من بعض الملاعب موجود. للأسف يعني مع التوقيت الشتوي الشمس بتغيب بكير، وبالتالي عم يكون في مصاعب لنقل مباريات كثيرة من ملاعب مختلفة. وهذا الأمر يلي دائما بنسأل عنه تحديدا، ليه ما بننقل من هالملعب أو من هالملعب؟ والسبب هو عدم جهوزية بعض الملاعب بالشكل المناسب لنقل المباريات أيضا بتوقيت مناسب. امبارح شفنا مباراة مسائية بمدينة كمين شمعون الرياضية، لكن الإضاءة كانت جيدة، أرضية الملعب أيضا كانت جيدة، وساعدت الفريقين لأنه نشوف واحدة من أجمل المباريات بدوري ألفا إذا ما كان أجملها فنيا. صحيح، مباراة كانت حلوة كتير امبارح، وإن شاء الله يوصل هالنداء لتتحسن أكثر وأكثر الإضاءة بصيدا. هيدا اللي بنتمنيه، لأنه المباريات عم تتابع، ويمكن الجمهور اللي عم بيتابع شاشة الام تي في بشوف يمكن إضاءة نوعا ما طبيعية، بس هاي الإضاءة هي تقنية، يعني أكثر ما هي اللي بتشوفوها على أرض الملعب. تبديل الثالث والأخير بصفوف فريق الشباب العربي بهالوقت مع خروج مهنا حسن مهنا ودخول حسين عوضه. هذا التبديل الثالث والأخير من ناحية فريق الشباب العربي يلي راح يكمل المباراة بهالتشكيلة الحالية. ثلاثة وسبعين دقيقة على بداية المباراة والنتيجة ما زالت هي النجمة 2 شباب العربي 0. وشوفوا قد ايه رايق علي السبع مع محمود فتح الله، يعني بدهم تبشوره بيلعبوا اكس بمنطقه الجزاء شربل، ما حدا عم بيضغط عليهم، ما عم بيقدر حدا يسدد على مرمى النجمه. شوفوا هالتمريرات يلي عم بتصير، يعني فقد الحافز الشباب العربي، لكن لاعبينه البدلاء بعدهم عم يجربوا يعملوا شيء. تحديدا محمد سلمان وزاهر حسن شفناهم عم بيقاتلوا على كل كرة بوسط الملعب من وقت دخولهم، لكن الأمور عم تكون صعبة عليهم بمواجهة النجم المتألق نادر مطر وعبد الرزاق الحسين، ومن خلفهم حسن العنان أيضا بالوقت يلي كبير موسى بيلعب كرة أمامية جميلة جدا لعند حسن لمحمد. وينك يا حسن لمحمد، وين سرعتك يا فهد النجمة؟ حسن لمحمد تمريرته خاطئة، بتروح الكرة لعند زاهر حسن الرقم 8، منه لعند محمد سلمان، موجودين دائما بالوسط اللاعبين لاستلام الكرات. بيسلم عباس عطوي، بتروح من جديد لعند حسين عواضة لاعب الصفا والعهد السابق، الكرة لعند زاهر حسن، ايضا كان لعب مع سلام صور حسين عواضة بدون ما ننسى مشاركاته الكتيرة مع العهد يلي برز معه اكثر شيء حسين عواضة. كبير موسى، كبيرو عم يخسر كرته قدام مامادو سيلا، بتروح لعند محمد سلمان، وفي دفع من حسن العنان وخطا لمصلحه السلمان. هذا الخطا من حسن العنان على محمد سلمان، ايضا الكره لقاسم مناع
من جديد لعند عباس عطوي، جميله جدا لعند حسين عواضه، تبادل جميل للكرات من قبل لاعبي الشباب العربي، بينقص الفينش، بينقص انهاء الامور مع الكره العرضيه. الكره العرضيه زاهر حسن، زاهر حسن ما قدر يستفيد منها، تبقى مع الشباب العربي ومع عباس عطوي. مقطوعه المره، فرصه للنجم للانطلاق بالمرتده السريعه مع السريع، حسن لمحمد، لكن حسين عواضه حاول يرتد ما قدر يحصل على الكره. حسن لمحمد من جديد، يعني ما بعرف، فاقد تركيزه بشكل كثير كبير وكانه يعني بتمريراته. حسن لمحمد المره ما قدر يوصلها لحسن القاضي، مش هيدا حسن لمحمد يلي بنعرفه. نادر مطر منه لماهر صبره، بحاجه اكيد حسن لمحمد لهدف، هيك بيرجعه لسابق عهده. علي بزي، علي بيحصل على الخطأ، خطأ كان من زاهر حسن. مثل ما قلت، زاهر حسن ومحمد سليمان من وقت دخولهم إلى أرض الملعب عم بيقاتلوا على كل كرة بالوسط، لكن الأمور عم تكون صعبة جدا بالنسبة لهم وبالنسبة للشباب العربي. الوقت يلي أرمان عم يحضر حسن القمري للدخول إلى أرض الملعب. نادر مطر، حسن العنان، حسن معطوق، ما شفنا المعطوق بالشوط الثاني عم يلعب هالكرة الأمامية باتجاه علي بزي، سريعة جدا، لكن علي بزي عم يكون أيضا سريع بيلعب الكرة العرضية. العرضية يا حسن محمد، شو بدك أحسن من هيك؟ كرة مقشرة هدية من هالعرضية لعلي بزي، لكن حسن محمد من جديد عم يضيع فرصة ثمينه بالنسبة للنجمة. زاهر حسن منه لعند علاء مزهر، علاء ملعوبة لعند محمد سليمان، بتروح لعند حسين عواضة، من جديد لعند سليمان يلي عم يمر داخل منطقة الجزاء، عم يسقط، ما في أي خطأ بيقول الحكم، ما في أي خطأ بيقول الحكم بعد سقوط محمد سليمان داخل منطقة الجزاء. الاحتكاك كان عادي بطبيعة الحال. نادر مطر عم ينطلق، عم يسلم المعطوق واحد واحد مع محمد دوسي للمعطوق، مع مين جح يمر، إنما بتبقى مع النجمة مع نادر، ترجع لعند المعطوق الرقم 10، الرقم 10 في خطأ، في خطأ من احمد الخطيب، هيدي بالاعادة كرة حسين عواضة لمحمد سليمان وسقط، ما في اي خطأ، الامور واضحة، الامور واضحة بالكرة الاخيرة، ما في اي خطأ على ماهر صبرا، ركلة حرة للنجمة من حوالي 30 متر. محمود فتح الله يبدو رح يجرب حظه مرة جديدة بوحدة من صواريخه العابرة للقارات. شفنا بأي طريقة، بأي روعة كان عم يسجل الهدف الافتتاحي، واحد من أجمل أهداف دوري ألفا، يلي ما شافه راح عليه الهدف. على كل حال أكيد بتقدروا تتابعوا دائما كل التفاصيل بالوقت يلي حسن معطوق بيلعب الكرة فوق المرمى، بتقدروا تتابعوا كل التفاصيل باستوديو التحليلي وبنشراتنا الإخبارية أيضا وعبر السوشيال ميديا ام تي في سبورتس على فيسبوك، ام تي في لاب سبورتس على انستغرام. ما تنسوا تعطونا رأيكم مين ألفا بلاير أوف ذا ويك عبر هاشتاج اخذ مجده، وايضا السيلفي خلال نقلنا للمباريات والجوائز القيمه يلي رح تكون بانتظاركم. الخيار على ماهر صبره للخروج، تبديل ظهير ايسر بظهير ايسر اخر بالنسبه لارمين سناميا، بالوقت يلي جمهور النجمه عم يضوي بصيدا. كرة حاليا لعلاء مزهر، علاء حاول كثير كان نشيط لكن الامور ما كانت سهله بالنسبه له. زاهر حسن عم يستلم، زاهر باتجاه محمد سليمان، مقطوعه الكره للامام، زاهر حسن من جديد، الكره لعلاء مزهر، مطلوب الكره العرضيه من المزهر، في الفعل بيلعب الكره العرضيه لكن القمري عم يقطعها امامه لعاصم مناع، ما خلصت ابدا، ما انتهت. كبير وموسى العائد للخلف، عاصم مناع، عاصم بمواجهه كبير وعم يحمي كرته، رمي التماس للشباب العربي. هيدا جمهور النجمه، النجمه عم تلمع وتضوي بمدرجات صيدا
مع الجمهور الرائع يلي ازدادت اعداده بشكل لافت. ومن جديد جمهور النجمه يعني طبعا فاكهة كرة القدم اللبنانية. ما في أحلى من الأهداف والانتصارات بالنسبة لجمهور النجمة. إيمانه دائما موجود بفريقه بالوقت يعني في كرة أمامية، فرصة لتقليص الفارق بالنسبة للشباب العربي. علي السبع الرائع، سبع يا علي بالتصدي الرائع على هالانفراد التام، ممتاز جدا. اشعل جمهور النجم من جديد يلي عم يهتف باسم السبع علي. ما معقول، مره جديده انفراد بعلي السبع، ومره جديده عم ينجح بالمواجهه المباشره مع لاعبي الشباب العربي بالوقت يلي النجمه حاليا بالهجوم مع حسن معتوق، منه لعد نادر مطر. الهدف الثالث ممكن نشوفه قريبا للنجمه، ليش لا؟ والنجمه عم يلعب وهو ضاغط على مرمى الشباب العربي دائما للمعتوق. بيلعب الكرة إلى داخل المطر باتجاه كبير، وإنما حسن الحسين عم يخرج. حسن الحسين عم يخرج مرة جديدة من مرميه، والنجمي يبدو ما اكتفى. يعني بعد في 8 دقائق ونص مباراة تقريبا فينا نقول انتهت حسب مجريات اللقاء، لأنه فريق الشباب العربي ما عم بيهاجم، فريق الشباب العربي سلم المباراة، هذا اللي واضح. النجمي عم بجرب يسجل بعد، عم بيستفيد من هالتضعضع يلي عنده اياه فريق الشباب العربي من ناحيه الهجوم، مع العلم انه علي السبع هلا كان عم بخلص مرميه من هدف اكثر من محقق، وفرصه كانت نجمه وياه. هلا بس عم تنقطع من دفاع فريق الشباب العربي، بتروح لعند علاء مزير، علاء مزير بيتقدم بمرر بدوره لعباس عطوي، عباس عطوي على الجهه اليسرى لعند حسين عواضه، حسين عواضه شو راح يعمل؟ بفضل انه يسدد، بس الكرات مع السبع ما رح تدخل ابدا. نرجع بنشوف الانفراد يلي كان، وشوفوا شو عمل علي السبع. فعلا يعني عيله ممتازه واسم على مسمى من ناحيه العيله، علي السبع يلي كان عم بخلص مرميه من هدف محقق. كره اماميه بيقطعها علي بزي، تمريره كانت من احمد الخطيب مقطوعه من علي بزي، بتروح لنادر مطر، معه الأمري، الأمري حسن الأمري شو رح يعمل؟ نادر مطر بفضل يغير اتجاه الكرة وبيرجع بمرر لحسن الأمري، الحسن الأمري تمريرة أمامية داخل منطقة الجزاء، حسن معتوق يلي عم يبحث عن هدفه السادس بدوري ألفا، هل رح يتمكن من هالشيء أو رح يكتفي بالأهداف الخمسة يلي مسجلها لهلا حسن معتوق بالدوري اللبناني؟ هيدا السؤال. هيدا حسن معتوق يلي اليوم أضاع ركلة جزاء بنالتي وقت سدد الكرة بالقائم، كان الأيمن ليبوربالا حارس أو المدير الفني لتشيكي يلي سابقا كان مع عدة فرق بس الأبرز كان مع فريق الراسينج ليبوربالا. فريق الشباب العربي يعني خسارته هالمباراة نوعا ما فينا نقول أمر يعني على الورقة والقلم كانت متوقعة شيء. أمامية لعند حسن معتوق، حسن معتوق بمرر، فرصة فرصة فرصة، وأخيرا وأخيرا جول حسن لمحمد. عم بفك النحس، عم بفك النحس يلي لازمه حسن معتوق، أسيست رائعة، وحسن لمحمد عم بيسدد وعم بيسجل وعم بيهز الشباك وعم بفك النحس. ويمكن طريق المرمى من هلا ورايح بدها تمرق من هون، من صيدا، من مرمى فريق الشباب العربي. اكيد فرحه كثير كبيره لرئيس النجمه واداريي النجمه ومشجعي النجمه يلي موجودين على المنصه الرئيسيه مع هالانتصار الكبير لفريق النجمه على فريق الشباب العربي 3-0. نتيجه منا سهله ابدا، بعد في خمس دقائق ونص على نهايه الوقت القصري لزمن المباراه بالاعاده. شوفوا شو عمل حسن معتوق، قدم له هديه، قال له بس روح سجل، ما بدك تعمل شيء يا حسن لمحمد. من حسن لحسن حول، والهدف اجى، والهدف الثالث لفريق النجمه. حسن حسين حارس مرمى الشباب العربي اللي تحمل عبء المباراه فينا نقول، وما بيقدر يعمل شيء ابدا
لها الكرة ولا للهدف الثاني ولا للهدف الأول. أهداف كانت لا ترد بهالمباراة. ولا أحسن من هيك نتيجة بالنسبة للنجمة بالتأكيد فارس. يعني حسن محمد قلت أنا بحاجة لهدف ليستعيد الحس التهديفي، ليستعيد العلاقة يلي كان مضيعة مع الشباك. 3-0 اذا اصبحت النتيجه. ما فكر مرتين حسن محمد قبل ما يسدد الكره بقدمه اليسرى بشباكه لحسن الحسين. شباب العربي بطريقه لخساره ثقيله جديده على ملعب صيدا البلدي. كنا شفنا الشباب العربي عم يسقط على هالملعب بالتحديد امام العهد بالاسبوع السادس بنتيجه 0-4، واليوم خسران 0-3. كان ممكن تكون نتيجه 4-0 تقدم النجمه لو حسن معتوق سجل ركله جزاء. على كل حال الافضليه النجمويه عم تترجم لثلاث اهداف. بدايه جيده لارمين صنميان مع النجمه بالوقت يلي حاليا الكره مقطوعه الدقائق الاخيره من الشوط الاول او الشوط الثاني من هالمباراه. بعد ما شفنا الشوط اول عم ينتهي بتقدم النجمه 1-0 بهدفه لمحمود فتح الله مثل ما عم نتابع امامنا على الشاشه. عبد الرزاق الحسين وحسن محمد سجلوا بالشوط الثاني. علي السبع ايضا تمريره خاطئه من علي السبع. اللعب بالنار يا علي السبع، انتبه بمنطقه الجزاء ممنوع اللعب بالنار. رغم انه يحسب لعلي السبع اليوم تصدي لكره حسين عواضه الانفرادية بالشوط الثاني وقبل بالشوط وحتى قبل بالشوط الثاني ايضا لكوفي بواكي. عباس عطوي، عباس عم يحاول يسدد بقدمه اليسرى. سهلة عم تكون على دادر مطر والكرة الأمامية بتروح لحسن معتوق. المعتوق مامادو سيلا كان أسرع المرة، قطع الكرة مقطوعة من جديد من قبل الشباب العربي. قاسم مناع على الجهة اليمنى، قاسم الكرة الأمامية لعند حسين عواضة. محمود فتح الله موجود على مسار عم يقطع، لكن العواضة عم يستعيدها. الشباب العربي موجود حاليا بالهجوم. محمد سليمان حاول ياخذ الكره بتروح لعند علاء مزهر، علاء لعند قاسم مناع. قاسم بيلعب الكره العرضيه ومحمود فتح الله بطريقه سهله جدا عم يقدر يقطع من جديد. محمد سليمان متعرض لخطا. محمد سليمان احد الخيارات البديله الثلاثه عند ليبور بالا مع حسين عواضه وزهر حسن بالشوط الثاني، لكن هالامر ما غير شيء بالنسبه للشباب العربي. باقي تفوق نجماوي وباقي النجمه عم يسلك الطريق نحو الثلاث نقاط. عباس عطوي هو على تنفيذ هالركله الحره. 10 مباريات مع النجمه الموسم الماضي، اخرها بمواجهه الراسينج انتهت وقتها بخساره النجمه 1-2. عباس عطوي بيلعب الكرة إلى داخل المنطقة مباشرة بين يدي علي السبع. آخر دقيقتين من الوقت الأصلي لها المباراة. مقطوعة الكرة إلى رمي التماس. كرة عند نادر مطر. نادر محمود فتح الله، قاسم الزين. المرة التمريرة خاطئة من قاسم الزين تروح مباشرة إلى خارج أرض الملعب. محمد شمس أيضا. محمود فتح الله، حسن الأمري، الانطلاقة من الأمري، كرته لعند المعتوق. حسن معتوق، كرة مقطوعة من قاسم مناع. يمكن واحد من أفضل لاعبي الشباب العربي بمباراة اليوم قاسم مناع. رمي التماس للشباب العربي فتنا بالدقيقة الأخيرة. الأمور حسمت على ملعب صيدا البلدي. النجم رح يرفع رصيده ل 16 نقطة ورح يبقى ضمن السباق لخطف اللقب المعنوي، لقب بطل الذهاب قبل مرحلتين على نهاية الذهاب بدوري ألفا. عم بتخيل شو ممكن يكون الإياب بظل المنافسة القوية بين الفرق. مرحلة إياب نارية رح تكون من دون شك. نادر مطر عم يسقط،
وخطأ لمصلحة النجمة. ثلاث دقائق من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، عم يرفعهم الحكم الرابع حسين حمية. نادر مطر منه لعند حسن القاضي، من جديد لعند نادر، نادر لمحمود فتح الله. نادر مطر بيستلم مرة جديدة بوسط الملعب، بتروح لعند حسن العنان، التمريرة الأمامية من العنان حلوة كثير باتجاهه لحسن المحمد، مامادو سيلا موجود على التغطية. سيلا في خطأ لمصلحته. عم يطلب من زملائه التقدم مامادو سيلا. عباس عطوي، محمود فتح الله بالراس، ايضا قاسم الزين، محمد سليمان، سليمان كرة لعند حسين عواد، حسين عواد كرته العرضية خطيرة جدا مع علاء مزهر، علاء مزهر على العارضة، المحاولة جميلة جدا كانت لمصلحة الشباب العربي. المرة العارضة عم تحرم الشباب العربي من هدف تقليص الفارق، من بعد ما شفنا الحظ على هالمرمى عم يوقف ضد النجمة. المرة وقف ضد الشباب العربي على محاولته لعلاء مزهر. نادر مطر، محمود فتح الله، قاسم الزين، حسن العنين لعند حسن القمري، القمري من جديد لعند حسن محمد، مامادو سيلا عم يقطع رمي التماس لمصلحة النجمة. بالإعادة مرة جديدة عم شوف كرته لحسين عواض، علاء مزهر عمل الكنترول من دون أي رقابة، والكرة ارتدت من عارضة علي السبع يلي اكتفى أنه يتابعها بأنظاره. واحدة من الفرص النادرة وأخطر فرصة بطبيعة الحال بالشوط الثاني بالنسبة للشباب العربي. كبيرو موسى لحسن القاضي، القاضي عم بمر بيلعب الكرة الأمامية باتجاه حسن محمد، حسن محمد بحاول يوصلها لكبيرو موسى، وفي راية وفي خطأ لمصلحة النجمة. الثواني الأخيرة على نهاية المباراة، ركلة حرة لمصلحة النجمة بمكان مناسب جدا لزيادة الغلة التهديفية بالنسبة للنجموية. محمود فتح الله عم يتقدم مرة جديدة، عم يطلب تنفيذ الركلة الحرة. حسن معتوق بالتأكيد رح يكون أيضا موجود على الكرة، هيدا حسن معتوق هو يلي عم يوضع الكرة. حسن الحسين مجددا أمام الامتحان الصعب بمواجهة المعتوق، محمود فتح الله، أيضا كبير وموسى عاد للخلف بمحاولة تسديد، يبدو المعتوق هو يلي رح ينفذ. حسن وكبيرو، حسن معتوق عم يتقدم، عم بيسدد فوق المرمى، ومع عم ينهي الحكم علي سلوم المباراة بانتصار نظيف للنجمة بنتيجة 3-0. انتصار غالي للنجمويين ومهم بمرحلة مهمة جدا، بمرحلة جديدة بالنسبة للنجمة وجمهوره الكبير يلي احتشد اليوم بملعب صيدا، واكيد رح يخرج فرحان كثير بالنقاط الثلاثة. النجمة إذن عم يرفع رصيده ل 16 نقطة. الشباب العربي رح يتجمد رصيده عند 5 نقاط مع تلقيه خسارته السادسة، رح يبقى بالمركز ال 11 قبل الأخير. إذن محمود فتح الله، عبد الرزاق الحسين وحسن المحمد هن مسجلي الأهداف الثلاثة. نجم النجمة حسن معتوق كان أهدر ركلة جزاء، لكن قدم مباراة جيدة أيضا مثل ما هو الحال بالنسبة لكل لاعبي النجمة بهاللقاء. علي السبع كان له أيضا دور كبير بالتصدي لانفراديتين لكوفي بوكيه وحسين عواضة، خلوا النجمة بأجواء اللقاء. الابتسامة حاضرة بين محمود فتح الله وكبير موسى. حلو الانتصارات بالنسبة لأي حدا، وبالنسبة للنجمة دائما الانتصار، ودائما الانتصار بيكون له طعم خاص. واليوم طبعا النجمة كان بحاجة أكثر من أي وقت مضى للفوز. أسعد سقال
رئيس نادي النجمة على أرض الملعب أيضا للاحتفال مع اللاعبين. ننتقل لفارس إلى جنبه موجود قائد الشباب العربي عباس عطوي، تنشوف شو رأيه بهالمباراة. شكرا شربي. عباس عطوي اليوم عم تلعب ضد فريقك سابي، وانت كنت قلت بهذا حكي تحديدا مع عادل انه ما رح تلعب ضد فريق النجمه، شو تغير قلت ولعبت ضد النجمه؟ اول شيء يمكن انا صرحت هذا التصريح، لكن من شهر واحد لهيدي اللحظه انت بتعرف واحد عشق 20 سنه ما بتخليك تنسى لحظه ان اكون بالملعب قدام هذا الجمهور، لانه انا لعبت بحدود الثلاث اربع اشهر بلا بعتقد مع فريق شباب العربي اللي انا بحترمهم، ولكن كنت العب ضد الانديه تحس تمرينه. هيدا الشوق لهيدا الجمهور يلي انا بعشقه، يلي هو عمل عباس عطوه، يلي هو نادي النجمه، خلاني اتراجع عن قراري وخليني العب المباراه، مش لانه ضد نادي النجمه، لانه انا حابب كون وهيدا الجمهور يكون، لانه بعتقد هو نكهه كره القدم بلبنان مع احترامي لكل الانديه. شفنا كثير انديه ثانيه كلهم نحترمهم، ولكن نكهه كره القدم وحلاوه كره القدم هو هيدا الجمهور اللي عم بيحلي، مثل ما بتشوف انت على طول جمهور النجمه حاضر بكثافه، ويعني قد رغم النتائج اللي صارت مع النادي بضل ورا هيدا النادي. انا بدي اقول لهم خليكم ورا النادي، ان شاء الله النجمه بياخذوا البطوله والله يوفقهم. طب عباس فنيا فريقكم وين؟ لك النتائج ما عم تخدمنا نحن، يمكن انت مثل ما شفت قبل النجمه ما يسجل نحن كان لنا فرصتين، وحتى ثاني شوط على 1-0 لنا فرصه لكوفي. عندنا 5 اصابات مش بهي المباراه، في كثير مباريات نحن تعادلناها وخسرناها، يمكن في شويه ظلم وما كان عندنا حظ كافي. انت بتعرف عم تلعب مع فريق جديد، فريق بعده طالع على الدرجه الاولى، هذا الشيء يمكن شوي بيخلي الفريق ما عنده خبره، ولكن ان شاء الله مرحله الاياب يمكن يصير في تغيير ببعض اللاعبين، وهذا الشيء كثير منيح للفريق. يلا بنتمنى لكم التوفيق. يعني واخيرا مثل ما بقولوا كسر النحس وقدر يسجل بمباراه اليوم، عم ياخذ سيلفي يشوفه ما اهضمه. هلا وقت السيلفي لانه النحس بيقولوا هلا انكسر وطريق المرمى بدها تمر من هون. حسن محمد اول شيء مبروك على المباراه، مبروك على الهدف، وكيف شفت اللقاء وكيف شفت هدفك اليوم؟ قد ايه بتحسه يمكن النحس اللي صار له فتره طويله ملازمك ان شاء الله بيكون كسر؟ هلا اول شيء بنقول مبروك لنادي النجم وهارد لوك للشباب العربي، كلنا شفنا النجم بيستحقوا الفوز اليوم، كانوا عم يقدموا مباراه حلوه، عم بينقلوا طابات حلوه، عندنا فرص. بالنسبه انه انا سجلت، هيدا مش انا كسرت النحس، اللي يمكن ان شاء الله تكون هيدا الربح وهيدا النتيجه 3 جوال تكون نحن كسرنا النحس اللي لازمنا بكذا ماتش. يعني صحيح نحن ما قدمنا النتائج المطلوبه بالدوري، بس كل ماتش كنا عم نخسره كنا عم نضيع 5 و6 جوال مينيموم، ان شاء الله يكون هيدا النحس راح. اكيد نحن بدنا نهدي هيدا الفوز للجمهور الكبير وبالاخص للكابتن جمال الحاج، نحن بنتشكره وهو قدر يوصلنا لهون، وان شاء الله مثل ما هو قال هيدي النجمه بدنا نحافظ عليها ونكمل المسيره، ان شاء الله كلنا ايد واحده مع الاداره مع الرئيس النادي مع اللعيبه مع الجمهور الرائع بنكمل هيدا المسيره وبنتوج بالدوري اخر البطوله ان شاء الله. رئيس النادي كمان موجود معنا هيك على السريع، بريزدان اسعد سأل كيفك، مبروك اليوم 16 نقطة، العهد الصفا 17، دوري حامي كثير، كيف رح تشوف النجمة بالإياب؟ وانحكى كثير إنه صرحت حضرتك إنه في أجانب بده يتغيروا. لا هلا بعد بكير على هذا الموضوع، نحن بعد عنا مباريتين، اليوم الحمد لله شفتوا مباراة حلوة أحسن بكثير من قبل، إن شاء الله نكمل هيك. ما في حكي هلا عن اي تغيير، هلا المهم نكون مكملين ناخذ ال6 نقط اللي بعد عنا اياهم، وان شاء الله بكون كثير مبسوط هيك. واليوم ارمان رح يكمل؟ ارمان اليوم هو بقياده الفريق اكيد، النادي عم يبحث عن مدرب، عنا تفاوض مع عده مدربين، بدها شويه وقت يمكن كم يوم اسبوع لنشوف. يلا على كل حال مبروك كمان مره وبنتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. فاذا هذا كان اراء فريقي الشباب العربي والنجمه، لهون نوصل لنهايه البث المباشر من ملعب رئيس الشهيد رفيق الحريري بصيدا. مبروك للنجمه، هارد لك للشباب العربي. رح نرجع نحن وياكم للاستوديو التحليلي مع زميلنا جورج سويدي.